محمد عبده له دور كبير جدا في حياة عبد الله محمد، يعني دور نقدر نقول رد جميل، وهو واجب في نفس الوقت. يعني عبد الله محمد كان في فترة علاج محمد عبد الله محمد في جدة هنا، وفقدان النطق، فقد النطق تماما، كان دائما يجيله ويجلس معاه وكذا. فطلال كمان جاله، كان طلال موجود أيامه في أواخر أيام عبد الله محمد. ولكن محمد عبده كان يجيله بغرض التعايش معاه، بكلامه هذا، على أساس أنه يتعايش معاه ويحسسه شوية ويتكلم. كان بس فاقد النطق تماما، أو أنه يقول لي في نفس الوقت جيب عبد الله محمد البيت، كان في الروضة، جيب عبد الله اليوم، هو والحرمته والبنات، كانوا البنات طفلتين صغار للسريم وأريج، يلعبوا مع البنات وكذا، عجيبه عندهم هناك، ويجلسوا ويقضوا وقت جميل، البلوت وما ادري ايش. وكان طبعا الامسيه تقضى بشكل جميل، يعني في بيت محمد عبده، كانت يكون في عابد البلادي، في عمر الشلاح، في كثير من عدنان صالح، يعني كان كثير من الفنانين واصحاب محمد يكونوا معنا. في يوم من الايام كان محمد عبده عرف الحجة انه ايش يسوي علشان يحرك مع عبد الله، الكلام ما ادري، صار يغني الحان عبد الله محمد له، اللي هي وفي دينك وغيره وكذا، يغنيها له قدام محمد. والله العظيم هذا صار قدام عيني، انه محمد ان عبد الله محمد غنى معاه، هو ما ينطق وما يتكلم، وفي دينك ترررم ودغري، وغني معاه عبد الله محمد وهو فاقد النطق. يعني مشهد كان عجيب جدا، ولكن الحياة الفنية حركت فيه بوضوح، يعني في هذه اللحظة هذا قدام الجميع. يعني كان ما نعرف شو أقول، إنه بالنسبة لي أنا مفاجأة، تعتبر إنه بعدها ما بيتكلم برضه.